لنعمل صينية الإسحاء إحنا بحاجة لثلاث أكواب من الطحين، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة شومر مطحون، معلقة صغيرة ينسون مطحون، كوب زيت زيتون، 2 كوب معجون الإسحاء، ونص كوب سكر، ماء للعجن، لوز مقشر مقطع نصين للوجه، وكوب ونص من الشربات. أخذنا الطحين اللي عندنا وحطيناه على المقلاية على النار وسط لمدة تقريباً ربع ساعة، من 12 ل 15 دقيقة بس يبتدي لونه يتحول كده وتبتدي ريحته تطلع كده، بيبقى هو بقى تمام. في ناس بيعملوه من غير ما يحمصوه، بس هو يعني انك تحطيه على النار شوية كتير بيفرق في الطعم طبعاً. فده محطوط على النار زي ما قلنا من 12 ل 15 دقيقة لغاية ما تبتدي ريحته تطلع ولونه شوية شوية يبتدي يشقر. أوكي تمام؟ تمام طيب. أوكي دلوقتي هنحط بقية المكونات. عندنا السكر، عندنا اليانسون، الشومر، هي ما فيهاش حاجة الوصفة على فكرة خالص، هي بسيطة. البيكنج باودر معلقة صغيرة، وهنقلبهم مع بعض، وهنحط بعد كده الزيت. أوكي عندنا كوباية زيت زيتون. دايما بيستعملوا لها زيت الزيتون. هناخد الأسحة دي بقى اللي عندنا وهنحطها على خلصت الوصفة، وهاي هي الوصفة خلاص خلصت. بس أنا هنعملها بعد كده في طبق زي ما بنعمل البسبوسة. بنفردها في صينية وبنحط لها من فوق اللوز زي ما بنعمل البسبوسة بالظبط. هناخد بقى دلوقتي حبة البرك يعني الخليط بتاع الأسحة بتاعتنا ده وهنحطه في صينية وهنبتدي نزينها باللوز زي ما احنا عملنا هنا. تمام؟ اهي ده بيطلع شكلها بعد ما بتدخل الفرن. بنحطها بنفردها وبنحط اللوز كده وبندخلها الفرن. الفرن على درجة حرارة 180 بتقعد تقريبا ربع ساعة. اوكي بتقعد ربع ساعة، أول ما بتطلع من الفرن بسقيها كلها بالقطر.